مساءكم خير. في ظرف اقتصادي استثنائي عالمي ما نقدرش نسميه غير كده، واللي فينا مهتم بأنه يتابع الوضع العالمي علشان يفهم الوضع داخل بلده بشكل أوضح هو الشخص الأقرب لتحليل الأمور مظبوط، مش لأنه يتخدع أو أنه حتى يتوعد بوعود مش حقيقية ومنطقية. الظرف الاقتصادي الاستثنائي العالمي اللي احنا فيه، اللي العالم كله فيه، لو بصينا عليه من زاوية أوسع شوية هنلاقي أنه العالم كله مشاكله الرئيسية والحقيقية يعني هي مشاكل ما كناش نتخيل أنها تحصل ولا في القرن القبل الماضي. رجعنا تاني، مشاكل العالم ما بقتش بقى في مين سبق ومين طلع القمر ومين تقدم. طبعا ده كله موجود والتحدي ده موجود، لكن تخيلوا ان احنا عدنا الى عصر انه العالم اللي اتغر قوي في نفسه ده بقى بيقلق على اكل عيشه، يقلق حرفيا كده. بقى مشاكل الدول العظمى اللي احنا تخيلنا طول عمرنا انها دول عظمى هي توفير الغذاء لشعوبها. اقرا كده أخبار الدول الأوروبية هتلاقي إنه ترتيب الأولويات يتغير، الأوروبية والمنظومة الأوروبية اللي إحنا طول الوقت عارفينها أكثر استقرار. فلما ترجع تقرأ أخبارك في مصر وتقول وتلاقي إن الأخبار العناوين الرئيسة فيها هي إنه نتكلم على مخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، هو ليه مصر بتتكلم كده؟ لأن مصر جزء من العالم، والعالم كله بقى ده القلق المهم اللي فيه. هناكل إيه؟ هنجيب الطاقة بتاعتنا منين؟ هنسير أمورنا إزاي؟ هنحقق نمو اقتصادي في ظل الظروف الصعبة قوي اللي موجودة دي ولا لأ؟ ده العالم كله بيفكر كده. تعالوا بقى نضيق الصورة ونقول طب ومصر بتعمل إيه؟ مصر جزء من العالم، فزي ما احنا قلنا هنلاقي إنه ترتيب أخبارنا وأولوياتنا ما ينفعش بقى نقعد نتخانق على الرفاهيات القديمة، لأ، لما نتكلم حتى هتلاقوا اللي متابع الحوار الوطني أي تفاصيل أي حوارات سياسية بتحصل كلمونا عن الاقتصاد، هنتكلم عن الاقتصاد وكتير هتسمع إننا نتكلم عن الاقتصاد. حد هيقول لي الاقتصاد ما يهمنيش، أنا مش الاقتصاد، أنا بس عايز ألاقي شغل. الاقتصاد إيه اللي بتتكلموا عليه؟ ننزل بقى على الدوائر الأقل. الدور المجتمعي بتاعنا انه نبقى كلنا مهتمين بالفكره دي، بفكره انه اللي عنده شغل يمسك فيه، الله يخليكم. واللي يعرف حد ما عندوش شغل او عفوا او سايبوه شغله او مكان عمله استغنى عنه دوروا معاه على شغل، لانه ده وضع اقتصادي استثنائي حقيقي. الاماكن اللي تقدر تستحمل موظفيها رغم الظروف الاقتصاديه اللي معروف ان العالم كله بيمر بيها وتستحمل الناس بتاعتك وتقدر تدعمهم لفترة طويلة، اعمل كده لأطول فترة ممكنة قد ما تقدر. يجي بقى الدولة، وده دور الدولة اللي ينفع يبقى هو العنوان الرئيسي. عشان كده النهاردة عايزة ابتدي مع حضراتكم بالدولة بتعمل ايه. ترتيب اتغير، ما كناش عمرنا نتكلم عن فكرة الدولة تدي معاشات ولا لا، ده أول خبر، لكن النهاردة هو أول خبر لأنه في العالم كله ده أهم خبر. احنا قادرين نكمل في الظرف الصعب ده ولا لا؟ اللي عنده شغل زي ما اتفقنا يمسك فيه، واللي يقدر يساعد حد في انه يلاقي شغل يعمل كده، اكبر خدمه ممكن تقدمها لحد. والدوله تيجي تعلن مسؤوليتها وتقف برضو وقفه حقيقيه مع مواطنيها، وده النهارده اللي نفسنا نقعد نتشارك فيه كده. احنا عارفين طبعا معاش تكافل وكرامه، واحد من البرامج الاجتماعيه الاقرب لقلوبنا، يعني لو لقيت كده وسالت المصريين ايه اقرب حاجتين لينا؟ حياة كريمة وتكافل وكرامة، سواء كنت مستفيد أو غير مستفيد الاتنين دول قريبين قوي قوي من المصريين، لأن فيهم انحياز حقيقي لطبقات اتحرمت كتير من أي دعم من الدولة أو دعم مباشر من الدولة. سيادة الرئيس أعلن خبر بنعتقد أو هو بالتأكيد من أهم الأخبار الفترة دي، فكرة محدودي الدخل ونظرة مرة أخرى على محدودي الدخل عشان نعرف نواجه مع بعض تداعيات أزمة اجتماعية واقتصادية بتمر بالعالم كله. النهاردة في اجتماع السيد الرئيس مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارات مهمة جدا، أولها هي التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، إنه يتم تطبيق زيادة حقيقية في عدد الأسر اللي تستفيد من برنامج تكافل وكرامة بواقع الرقم اللي جاي ده بقى مهم، 1,000,000 أسرة خلال الست شهور اللي جايين، يعني عدد المستفيدين من تكافل وكرامة يوصل ل 20,000,000 مواطن على مستوى الجمهورية، وده التكليف لوزارة التضامن الاجتماعي. لو فاكرين وقت كورونا كان في
فكرة إعانة البطالة أو إعانة كورونا أو المساعدات الاستثنائية، إن إحنا نسمع مرة تانية عن مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور، ده خبر أولاً يترجم لك الواقع الاقتصادي الحقيقي العالمي ويترجم لك مسؤولية الدولة. تكلفة الدعم الاستثنائي ده 1 مليار جنيه شهرياً بتصرف للأسر الأكثر احتياجاً، وأيضاً أصحاب المعاشات اللي بياخدوا معاش أقل من 2500 جنيه، لأنه طبعاً 2500 جنيه رقم لا يقيم أسرة، أيضاً العاملين بجهاز الإداري للدولة اللي بياخدوا رواتب أقل من 2700 جنيه شهرياً. خطوة مهمة قوي في أي جلسة كده هتقعدها مع أصحابك أو مع ناس تعرفهم المتأثر قوي بالوضع الاقتصادي أو مش متأثر، هتلاقيه بيكلمك عن ارتفاع سعر الأكل. الأكل بقى غالي جداً، وعشان كده برضو ده موضوع جانبي، يعني كفاية بقى أكل بره، وكفاية محلات فاست فود، وكفاية أكل غالي جدا وقيمته الغذائية قليلة جدا. الدولة بترجع بقى تقف وتعلن مسؤوليتها وتقول الأمن الغذائي كمان مسؤوليتنا. فمن ضمن القرارات تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، والتوسع في أنه يتم طرح كراتين سلع غذائية مدعمة بنصف تكلفتها. عدد السلع أو الكراتين دي المفروض برضو دايما بنقول حضرات وزارة في استثنائي 2 مليون كرتونة شهريا على مدار 6 شهور الجايين، وبيتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة. كل أجهزة الدولة، وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام. زي ما بقول لحضراتكم، قرارات النهاردة استثنائية لكنها اقتصادية في المقام الأول. وزارة المالية كمان تم تكليفها بأنها توفر الموارد المالية اللازمة لكل هذه الاحتياجات. ما هو بالتأكيد وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الأوقاف، أي وزارة هتكون مسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات، وزارة المالية مسؤولة عن الدعم المالي اللي مفروض أو المفترض من الحسبة الأولانية يوصل لحوالي 11 مليار جنيه للدعم. سيد الرئيس كمان النهاردة في الاجتماع تابع مخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، الحبوب، الغلال، الزيوت، دول الثلاث سلع اللي احنا طول الوقت نسأل عليهم ونطمن على مخزوننا الاستراتيجي فيهم. وزارة التموين النهاردة أعلنت أنه مخزون السلع دي كفينا 7 شهور قدام. تاني، اللي بيستغرب احنا ليه بنتكلم في الكلام ده، لازم يقرأ أخبار عالمية، لازم يقرأ العناوين الرئيسية في أهم الدول الأوروبية. هتلاقي انه اي حد بيكلمك عن قضايا جانبيه هو بيكلمها بقضايا سياسيه اجتماعيه، اي حد بيتكلم من باب التالي، لكن الاول هو التحدي الاقتصادي الحقيقي. بذكر بقى تحديات اقتصاديه كتير، خلوني اشارككم بانه في مشروعات اقتصاديه كبرى بتحصل بالشراكه ما بين مصر وكتير من الدول، من الدول الشقيقه والقريبه، في مشروعات كمان الاعلان عنها بيجد صدى حقيقي عندنا لأننا سامعين عنها من فترة طويلة. النهاردة أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنه قيمة الاستثمارات في مصر لاستكمال مشروع نيوم، وزي ما بقول لحضراتكم كده، اللي فينا يسمع نيوم يبقى عارف نيوم ده مشروع احنا بنسمع عنه من سنين طويلة، أصبح واقع، أول مدينة بهذا الحجم طرحت بالفعل. والاستثمارات هتبقى ما بين السعودية ومصر في منطقة شرم الشيخ تحديدا على البحر الأحمر. الاستثمارات المفترض أنه حجمها ضخم في الفترة القادمة، ومن المرجح أنها تطرح منطقة نيوم الاقتصادية للاكتتاب سنة 2024. منطقة نيوم أو مشروع نيوم هو من المشروعات المتميزة جدا في شكلها، حتى في الطراز المعماري لها. اللي بيطلع كده على شكل بناء المدن في الغالب بتتبني دوائر، يعني دايرة صغيرة، والدايرة الصغيرة دي تتملي وتتشبع بالسكان ثم تتوسع كده. طبعا اللي عايش في القاهرة الكبرى عارف أزمتنا مع الدوائر، احنا عايشين في دوائر كبيرة كده جوه بعض. فطبعا كلنا كنا عايشين جوه القاهرة القديمة الصغيرة الجميلة المقفولة علينا اللي كانت حدودها صلاح سالم، ثم اتسعت القاهرة، بقت القاهرة الكبرى اللي حدودها الطريق الدائري بقى كبير جدا. لما توسعنا وكبرنا والقاهرة كبرت وعدد سكانها زاد، فبقى عندنا الطريق الدائري الإقليمي. فالمدن بتبقى دوائر. مدينة نيوم بقى ما يميزها معماريا والطراز الجديد في بناء المدن هي أنها خطوط طولية. من المفترض أن المرحلة الأولى تم إطلاقها بالفعل خطوط طولية طويلة جدا، وأنه
تتبني على شكل شوارع كده متوازية أو مدن صديقة بشكل جديد. وهو ده كمان من ضمن الحاجات الملفتة للنظر جدا في مشروع نيوم. مشروع نيوم مشروع اقتصادي ضخم جدا، من المتوقع أنه مش بس استثمارات مباشرة لكنه فرص عمل غير محدودة في مصر وفي السعودية. فاصل ونكمل كلامنا، بس قبل بقى ما نكمل كلامنا واخبارنا خليني اقول لكم ان النهارده معانا مجموعه من الفنانين المتميزين جدا في فقرتنا الرئيسيه في اخر الحلقه، فبس استنوا معانا للاخر لان عندنا مشروعات التخرج، واحنا طول الوقت منحازين لمشروعات التخرج والطلبه اللي بيقدموا اعمال فنيه في سنوات احترافهم الاولى. مشروعات تخرج طلبه الفنون التطبيقيه النهارده معانا مجموعه متميزه جدا من الفنانين، دول هيكونوا معانا في ختام الحلقة. فاصل ونكمل مع حضراتكم التاسعة. وزارة الشباب والرياضة من وزارات ليها طبيعة خاصة، سواء في ارتباطها بالمديريات أو ارتباط العمل في ملف الرياضة أو في ملف الشباب، وأيضا الهيئات التابعة للوزارة من مراكز شباب ومدن شبابية ومدن رياضية أندية وخلافه. ده بيتطلب عملية أخرى من التطوير، سواء الرقمنة وربط المنظومة ببعض أو التدقيق في عملية العمل الداخلي نفسه وكيفية وضع آلية للتدقيق الداخلي أو المراجعة الداخلية ما بين كل هذه التكوينات وما بين الهيئات التابعة. الحقيقه مع الهيكل الجديد، الهيكل التنظيمي الجديد، بقى في دور كبير للرقابه الداخليه. احنا يسعدنا ان احنا نتعاون مع الرقابه الاداريه في عمل هذه الدوره الاولى للرقابه الداخليه والحوكمه. طبعا تهدف هذه الاداره الى حمايه ممتلكات الوحده وحمايه ومكافحه جميع وسائل الفساد، والعمل على تنمية قدرات هذه الإدارة والعاملين فيها بهدف مكافحة الفساد عالميا. وده تأتي في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. الوزارة ابتدت بالخطوات الإيجابية واتخذت القرارات المعلنة من قبل رئيس مجلس الوزراء وجهاز التنظيم والإدارة لتفعيل هذه الإدارة في الوزارات المختلفة. المؤتمر ده يعني مهم جدا في ذاته وفي زمانه، لأن فعلا مسألة الحوكمة والشفافية والنزاهة واتباع السبل المتعلقة الحديثة المتعلقة بمكافحة الفساد أمر بيؤدي إلى إيجابيات كتير جدا بالنسبة للجهاز الإداري. فحسنا ما فعلت وزارة الشباب والرياضة لما عملت هذا المؤتمر عشان موظفيها يعرفوا يعني إيه حوكمة ويعني إيه مراجعة داخلية ويعني إيه هي الأطر اللي من خلالها بنكافح الفساد، لأن المراجعة ما بتبقى جيدة والحوكمة والشفافية والنزاهة كل ده بيعود بإيجابيات على العمل الوظيفي وعلى الجهاز الإداري اللي بيمارس العمل الوظيفي، وبالتالي بتقل جدا جرائم الفساد. إصرار معالي الوزير بعد نجاح هذا المؤتمر، وإن شاء الله هنخرج النهاردة بتوصيات لهذا المؤتمر هتعمم على 27 مديرية. إصرار معالي الوزير بعد نجاح المؤتمر ده على استمرار المؤتمر إن شاء الله بنسخ كتير جدا وعلى قطاعات مختلفة في المديريات إن شاء الله، وتعميمه على الاتحادات والأندية وعلى مجال أوسع إن شاء الله. الحوكمة مش معناه ان انا بقبض على حد او معناه ان انا بصطاد اخطاء لحد، لا، ده انا بقول لك انت هنا خطا المفروض تصلح كذا، عندك قوانين تمشي عليها، عندك لوائح تمشي عليها، عندك اخطاء المفروض تعدلها مهما كانت الاخطاء اللي قبل كده، فما نكونش على مسار الخطا، لا، احنا لازم نكون على المسار الصحيح. ويمكن الخطوه النهارده ديت بدايه خطوه صحيحه بالمنظومة المتكاملة تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. فأنا كلنا بنشكره كمحافظات ومديريات وعاملين ومنفذين للعمل الإداري في الجمهوريات كلها. المعنيين بالملتقى، الملتقى بيستهدف العاملين في إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة في المديريات، والمديريات اللي لسه ما استحدثتش الإدارة أو ما فيهاش إدارة مراجعة داخلية، فإحنا بنجيب المرشحين من العاملين في إدارة التفتيش المالي والإداري سابقا أو اللي بيرشحهم مدير المديرية. احنا اخترنا 3 من كل مديرية شباب ورياضة
كمان بيميز الملتقى ده ان معايا المدير المديرية او وكيل المديرية، فبالتالي معايا القائد قائد المديرية او مدير المديرية، ومعايا العاملين اللي شغالين في المديرية. إذا كان هناك تعريف للشخص الغني، فالغني بما يعطي وليس بما لديه. فالشخص فينا بيبقى تصنيفه يعني أنه شخص قادر على العطاء، ده يبقى شخص غني جدا ومكتفي جدا. مصر طول عمرها الدولة الغنية جدا جدا بكل أنواع الفنون، مسرح، سينما، دراما، موسيقى، كل حاجة حلوة في الفن تفتش عليها تلاقيها. بس بقيت مشكلتنا احيانا في الفتره الاخيره انك محتاج تفتش قوي عشان تلاقي الحاجه الحلوه، ولانه المعروض كتير، وده شان الحياه وطبيعه التقدم اللي حصل في الدنيا، فبقينا بنتلخبط. فبقت القنوات تجتهد جدا 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 عشان تدور لك في وسط الكتير اللي معروض على اجمل حاجه موجوده. وبقت المسرح مهمته صعبه جدا، انه يضحك الناس في ظل الناس ذوقها اتغير وظروفها اتغيرت وطريقه اقبالها على المسرح اتغيرت. فاكرين الأزمات الكتير اللي كنا نتكلم فيها عن علاقة المصريين بالمسرح، وقد إيه إذا رجعنا نتذوق الفن ونتذوق الثقافة، وإذا رجعت العيلة تروح السينما وتروح تحضر حفلة في الأوبرا، فيبقى إحنا كده حافظنا على الهوية المصرية. اللي فاكر إن إحنا كتير وسنين كنا نتكلم في الحكاية دي، كمان متابع أكيد إنه كل حركة إحياء للمسرح كانت محتاجة زقة كمان من التلفزيون. معظمنا ما اتفرجش على مسرحيات شهيره جدا جدا واحنا حافظينها صم كلمه كلمه، ما رحناش شفناها في المسرح، لكن شفناها من خلال التلفزيون. عشان كده الخبر اللي جاي ده مهم جدا جدا. لما نقول انه تلفزيوننا، قنواتنا، الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه قررت انها تتعاون مع وزاره الثقافه بشراكه كده ثقافيه، خلينا نسميها، ما هو روافد الثقافه هي شاشات التلفزيون. فخبر الشراكة النهاردة مهم جدا ومبهج جدا لأي حد بقاله سنين مستني الفكرة دي. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقعت مع وزارة الثقافة بروتوكول للعرض التلفزيوني لمسرحيات الدولة، الحفلات اللي موجودة على مسرح الدولة، الفعاليات اللي بتنظمها دار الأوبرا المصرية، كل أنشطة الوزارة في المحافظات. لو برضو حضراتكم فاكرين لما كنا بنشوف قد إيه المحافظات غنية بفن، فالحقيقة أن الشراكة دي كنز، ثروة تقول لنا أو هترجع تفكرنا أننا أغنياء بالفعل. إحنا لسه مش بنحاول ندور لنفسنا على هوية ولا ميزة ولا بندور على منتج، المنتجات موجودة بالفعل. التعزيز دور الثقافة والدور اللي موجود بالفعل على الأرض في وزارة الثقافة بمنصاتها المختلفة، بأصول الثقافة بقى، بكل ما يعرض في مسارح الدولة، ده خبر عظيم جدا. عشان كده محتاجين نعرف تفاصيل أكتر عنه. معانا على تليفون المخرج الكبير الأستاذ محمد فاضل اللي سيشرف على النقل التلفزيوني لهذه الفعاليات. مساء الخير الأستاذ الكبير محمد فاضل، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، مساء النور. الخبر مبهج جدا بالنسبة لنا، وحضرتك بتاريخك الطويل في العمل الدرامي ونقل فعاليات بهذا الحجم، بالنسبة لحضرتك كان مشروع تم الإعداد ليه بقاله وقت، تصورك لأفضل صورة يخرج بيها أعمال مسارح الدولة هيكون إزاي؟ والله احنا فضلنا وقت طويل ما ننقلش. كان زمان في بدايات التلفزيون حتى ايام الابيض والاسود كنا بننقل مسرحيات الدوله. جه حصل كده بعد مده طويله بقت كل المسرحيات تتنقل لعده اسباب بقى، يا سبب اقتصادي يا سبب فني كده. لكن فعلا البروتوكول ده انا رايي بيعمل نقله كبيره جدا في الحياه الثقافيه في مصر، لانه اما هتتنقل كل مسرحيات وهتنقل من خلال الشركة المتحدة، أعتقد الشركة المتحدة بإمكانياتها الكبيرة هتقدر تنقل المسرحيات دي كمان بشكل جيد،
يعني مش بشكل كده تجاري او فده اولا ده حامل ارشيف عظيم جدا للمسرح المصري في الفتره دي، وان شاء الله يعني اتمنى ان وزاره الثقافه يعني تتكرم وتعمل لنا ريبرتوار لمسرحيات ما اتصورتش. ايوه ما ده اللي عايزه اسال حضرتك فيه. انا عندي معلومه حضرتك صححها لي انه في مسرحيات قيمه جدا 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 خلصت وما اتصورتش تلفزيونيا. وبعدين ممكن كمان نعمل ريبرتوار من المسرح القديم بممثلين جداد وده بيحصل في كل انحاء العالم. يعني لحد النهارده نشوف مثلا هاملت شكسبير اتعملت بكام كاست في انجلترا وفي امريكا وفي كل بلاد الدنيا. فده برضو من الحاجات المهمه اللي في اعتقد تبقى ان شاء الله في الحسبان، مش مجرد بننقل المسرحيات الموجوده حاليا وبس، انما بنسجل تراث ما وصلش للاجيال الجديده او كان متصور ابيض واسود مثلا. بالظبط. فبيتصور بالمعدات الحديثه اللي متوفره طبعا عن الشركه المتحده، وده اعتقد اضافه مهمه جدا جدا جدا. المنتج الفني يعني راي حضرتك انه التاثير اللي هيحصل على المنتج الفني حتى الجديد اللي بيعرض على مسارح الدوله لا انا رايي كمان ده هيعمل نوع من ايه؟ تنشيط الدراما. الناس فاكره ان الدراما مسلسلات بس. لا ده الدراما اساسا مسرح. فلما المسرح يتنقل بصوره جيده ويوصل للمشاهد بشكل فني جيد، انا اعتقد هيخلي كمان يرتفع بالذوق العام الفني او الدرامي، لان معروف ان المسرح هو ابو الدراما طبعا. يعني هو اساس الدراما. فده هينقل الجمهور نفسه هيتذوق الدراما التلفزيونيه بشكل تاني كمان. تمام. هيبقى في يعني هو من كل نواحي انا اعتقد اضافه. ايضا حاجه مهمه جدا هيقدم للمشاهد ممثلين المسرح الجداد ومؤلفين المسرح الجداد ومخرجين المسرح الجداد. يعني لأنه المسرح خصوصا في وسط بقى زحمة المواصلات لا احنا هنودي المسرح لحد الناس في بيوتها. فده يخليهم ممكن ينزلوا بقى هم بعد كده يتفرجوا على المسرح. ده حقيقي، ويعني بأثمن كلام حضرتك. واحنا فعلا احنا اجيالنا مثلا شفنا معظم المسرحيات العظيمه اللي مأثره في شخصيتنا من خلال التلفزيون، فده بعتقد انه دور سيعاد تجديده. بشكرك شكرا جزيلا المخرج الكبير الاستاذ محمد فاضل. المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للعمليات بالشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، خير من يطلعنا على التفاصيل لانه تفاصيل المشروع ده كبيرة جدا، وتقدر كده تتخيل بحسبة بسيطة عروض الأوبرا اللي مهتم بالأوبرا يومية، عروض المسرح القومي دورية ومنتظمة، عروض مسارح الدولة وقصور الثقافة متشعبة في 28 محافظة. المشروع ده كبير، فازاي هيتم نقله وازاي هيتم التنسيق واختيار الاعمال؟ مساء الخير اولا، وسعداء جدا انه حضرتك ممكن توضح لنا كل التفاصيل دي، واولا مبروك على هذه الشراكه القيم. مساء الخير يا دكتوره. شكرا على هذه الاستضافه، وخليني اكمل على كلام مخرجنا الكبير الاستاذ محمد فاضل، واقول لك ان النهارده البروتوكول ده بيتيح محتوى ثقافي من نوع مختلف على الشاشات المختلفة للتلفزيونات اللي موجودة معنا في مصر. النهاردة أنا لو بتكلم على مسرح، المسرح ده بياخد 400 كرسي. أنا النهاردة خلي المسرح ده موجود عند عشرات الملايين يقدروا إن هم يتفرجوا عليه. طب. المسرح الحفلة الكبيرة اللي بتتعمل في الأوبرا بأحد النجوم الكبار ويحضرها 2000 واحد، أنا هنقلها للمواطن اللي عايز يتفرج على هذه الحفلة في أسوان وفي الوادي الجديد وفي الأقصر وفي البحيرة وفي كل حتة. فأنا النهاردة البروتوكول ده بيتيح للنوافذ المختلفة اللي موجودة عند وزارة الثقافة اللي كلها كانت موجودة في إطار المسرح أو المكان، محدودية المكان اللي بتقدم من خلاله. أنا النهاردة من خلال وسائل الإعلامية بقدر أن أنا أنقل ده بحيث أن يبقى في نقل تلفزيوني محترم لهذه الفعالية. الحاجة المهمة اللي نقدر نتكلم عليها كمان دلوقتي
هي ان انا النهارده زي ما حضرتك ذكرتي قصور الثقافه اللي موجوده في مختلف انحاء مصر، ده في طابور من المواهب يا باشمهندس مستني الفرصه دي. المواهب دي فعلا في قصور الثقافه بيتم عمل مسابقات دائما ابدا، يعني مش عايز انكر جهود وزاره الثقافه في هذا ان هم بيعملوا اصلا مسابقات عندهم طبعا. بس هي المسابقه بتقف عند حدود المدينه. انا النهارده هنقل المسابقه اللي بتقف عند حدود المدينه دي لان هي تبقى المدن كلها، تبقى المحافظات كلها، فلما يبقى كل دول مجتمعين مع بعض اقدر اطلع بمواهب لمصر الناس كلها تشوفها. النهارده بدل ما تبقى مسابقه في قصر ثقافه في اسيوط بيتسابق فيها 30 متسابق بيشوفهم 200 واحد جوه المسرح، انا النهارده هقدر ان انا اخد دي لان يبقى بيشوفها ملايين، ويبقى فيه اكثر من حكم من الحكام الكبار من الفنانين الكبار هيقدر يشوف المواهب قدامه بالظبط، مش هيبقى بينقض عنها طوال الوقت. وده كنا بنسمعه كمان يا باشمهندس، عفوا يعني عايزه بس اكد على جمله حضرتك دي، لان كنا بنسمع كتير قوي من مخرجي الدراما كان يقول انا كنت اروح المسرح ادور على وجوه جديده، فسهلناها كمان وسعنا الاطار. انا 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 فاهم حضرتك الفكره كلها ان انت بتوسعي المساحه اللي الناس بتقدر انها تشوف من خلالها، وده يعني امر مهم جدا لانه بيدي بعد ما كانش موجود اصلا. البعد ده بيخلي ان الـ 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 التعامل مع هذه الفعاليات المختلفه، وفي فعاليات كثيره جدا، وزي ما حضرتك كنت بتقولي تقريبا الاوبرا بتشتغل 250 يوم في السنه، وكذلك المسارح وكذلك قصور الثقافه، فطبعا المحتوى هيتم بشكل معين، يعني بطريقه معينه هيتم بالزبط. طريقه تنقيه معينه بحيث ان هو يظهر في الصوره الابهى على التلفزيون، بحيث ان يبقى في استفاده من هذا البروتوكول اللي موجود على شاشات المختلف. سؤال اخير يا باشمهندس يخص اللوجستيات، يعني باقه قنوات المتحده وتعدد القنوات ممكن يخلينا نبقى عندنا كده فضول نعرف على اي القنوات هتبقى هذه العروض، ولا هيتم توزيعها على اكثر من قناه من قنوات الشركه المتحده؟ لا يعني احنا يعني لسه بقى ما بنعملش يعني طريقه انها تبقى موجوده على قناه واحده او كده، لا ده طبعا مش بيحصل. بيحصل تنوع بين القنوات، وبيحصل تنوع بين الشاشات، وعلى حسب المحتوى وعلى حسب القناه بتخاطب مين، ويعني ليها بحوث ودراسات مختلفه لحين حيز التنفيذ باذن الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأجيال كتيرة جدا من الموهوبين والفنانين بتشكر حضرتك والشركة المتحدة ووزارة الثقافة على تعاون ناس كتير جدا ستستفيد منه. شكرا شكرا جزيلا. مهندس حسام صالح مدير تنفيذي العمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. جملة صغيرة بس عشان احنا نتخيل حجم المردود الثقافي اللي ممكن يحصل. الثقافة، الإعلام، الرياضة، التعليم، دول شوية الحاجات أو جزء من، مش جزء، ده الجزء الأهم من تكوين الشخصية. فكل ما بقى عندنا أدوات لتكوين الشخصية المصرية كل ما يقل الخوف والهلع والقلق من أي رافض غريب بيجي علينا، إن احنا نخاف قوي على أولادنا من ثقافة وافدة غريبة مش مظبوطة. كل ما تزود إمكانياتك في أنك تبني الشخصية ونديك سيطرة على الشخصية المصرية كل ما نبقى مطمئنين. عشان كده احنا فرحانين بزيادة أن الثقافة تاخد مساحتها المستحقة على شاشات القنوات. النهاردة كمان شوية أخبار حلوة كتير. النهاردة كمان في خبر حلو احنا طول الوقت بننحاز لي ونطمن لما يحصل. حضراتكم طبعا عارفين أنه في مشروع قومي كبير كده اسمه مشروع التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين. مشروع التأمين الصحي الشامل ده عفوا على مدار 15 سنة 20 يا ربي، أنا مش متأكدة قوي من الرقم، لكن هو خطة طويلة المدى جدا عشان يقدر يغطي كل مصر بكل محافظات مصر. لكن لحد ما التأمين الصحي الشامل يكتمل
وتكتمل تجاربه الناجحة اللي بدأت في بورسعيد، في أسوان، في إسماعيلية، في مجموعة من المحافظات. ده حلمنا الحقيقي عشان نقول الحياة كريمة لكل المواطنين في القطاع الصحي. لحد ما ده يكتمل، إحنا وحضراتكم وكلنا عارفين إنه أي مواطن، وأنا بقول لحضرتك كده، أي مواطن غني أو فقير بيمرض بيتعرض يعني اختبار كبير جدا وتجربة كبيرة جدا وتحدي حقيقي. يعني هو كرب، المرض كرب بكل تفاصيله، وخليني أقول لك غير أنه كرب إنساني، هو كرب مادي تقيل على كل الناس. المقتدر بيتعالج في مستشفى غالية جدا فبيبقى كرب مادي كبير، والأقل إمكانيات بيتعالج في مستشفى بسيطة المستشفى نفسها إمكاناتها ضعيفة، فهو كرب صعب. عشان كده ده سبب انحيازنا الحقيقي لأي حد نلاقي أنه ليه فرصة في علاج أفضل، في اهتمام أكتر، وفي رعاية صحية أكبر. واحد من أدوار العظيمة للإعلام والحاجات اللي بتبهجنا الاستجابة السريعة جدا للإعلام، وتحديدا في الحالات الإنسانية. سيادة الرئيس، امبارح كان في شاب بيطلب فرصة علاج على نفقة الدولة مع الزميلة والأستاذة عزة مصطفى على قناة صدى البلد، وبسرعة جدا، ده كانت امبارح، بسرعة جدا تمت الاستجابة بسرعة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتكليف والتوجيه بعلاج إبراهيم محمود اللي عمره 23 سنة من محافظة الشرقية على نفقة الدولة. ممكن حد يقعد يقول كده، طب ما ده عادي يعني، ما كان ممكن ياخد علاج على نفقة الدولة، بس برضو كلنا عارفين الإجراءات إنه يوصل لإنه ياخد العلاج على نفقة الدولة بتاخد وقت كتير. في 24 ساعة إبراهيم يعني لبيت نداءه وتحققت استجابته. إبراهيم باختصار للي مش متابع الحالة، بيعاني من إصابات بالغة في الوجه والفكين، مضاعفات ما بعد حادث صعب، عمل مجموعة كبيرة من العمليات وتمت الاستجابة لمطلب إبراهيم بالعلاج على نفقة الدولة. النهاردة يعني في حالة واهتمام ومتابعة لحالة إبراهيم. نمسي عليه بقى ونقول له ان شاء الله الحمد لله على السلامه مقدما. اهلا بيك يا ابراهيم. مرحبا بيك يا فندم، اهلا بيك حضرتك. ابراهيم، انت رحلتك في العلاج بقى لها كام سنه؟ بقى لها 4 سنين يا فندم حضرتك، من 2018 لحد دلوقتي. 4 سنين دي رحله طويله جدا جدا، الله يكون في عونك اولا وربنا يتم شفاك. لكن ايه اللي كنت عاوزه وايه اللي تم التواصل معاك بخصوصه خلال ال 24 ساعه اللي فاتوا؟ انا كنت عايز يا فندم قبل كده ان انا اتعالج بس، وامشي زي الناس واكل زي الناس، ما مش كنت بعرف افتح بوقي جامد ولا اكل ولا امشي زي الناس حتى عشان الشكل وكده. تمام. خلال 4 سنين عملت عمليات في الجامعه وعملت عمليات بره الجامعه وبرضه ما فيش اي نتيجه يعني. ف الحمد لله يعني ان السيد الرئيس استجاب لي علاجي واتبنى حالتي ونظر الي بصدر رحم وودع بعلاجي يعني واستجاب حالتي، واتمنى انه يفضل معايا لحد الاخر يعني، ويفضل بجانبي لحد الاخر يا رب، على ان يتم شفاءي على خير يعني. انت محتاج مجموعه من عمليات التجميل لو انا فهمت الحاله مظبوط مش كده؟ والتصحيح لعمليات سابقه. نعم، محتاج عمليات تجميل وتصحيح لعمليات سابقه ثابت لك شويه اثار مش كده؟ يا فندم بالظبط كده، العمليات اللي قبل كده فشلت وسببت لي احداث يعني. انت بتقول مش عارف تفتح بقك كويس. يا فندم. انا يعني الله يكون في عونك يا ابراهيم، احنا مبسوطين بالاستجابه، وحقك طبعا انك تبقى مترقب ونفسك في متابعه واهتمام اكتر. تم نقلك لمستشفى الزقازيق مظبوط كده؟ مظبوط يا فندم. بدا بقى بعض الاستشاريين يشوفوا الحاله، شخصوك، قالوا اي اخبار قريبه عن عمليات؟ يا فندم هم عملوا لي اشعاعات وعملوا الفحوصات اللازمه من تحاليل وغيرها، وقالوا خلال فتره يعني 24 ساعه وكده 48 ساعة هيردوا علينا هيدرسوا الحالة يعني وكده في خلال 48 ساعة، وهيردوا علينا في أقرب وقت إنه إيه اللي هيتم بالظبط يعني، العمليات اللي هتتم وكم عملية هتتم وكده. ربنا يتم شفاك يا إبراهيم، وإحنا سعداء بسعادتك وبإنه في أمل جديد بيتجدد ليك. بشكرك شكرا جزيلا إبراهيم محمود اللي تم الاستجابة للعلاج على نفقة الدولة. احنا يعني من دقايق
كنا بنتكلم عن انه احنا بتوع الفن، يعني لا يعوزنا اننا نقعد نثبت لاي حد اي حاجه تخص الفن. لما تيجي سيره الفن والابداع حقك كمصري تقول ان انا مسنود على رصيد حقيقي كبير. في بقى على مشوارنا الفني كده اصوات وشخصيات المصريين ينحازوا لها من اول ما تبدا ويحبوها جدا ويرتبطوا بيها، واحنا برضو عندنا كده حاله من الانحياز حق اي مواطن في اي دوله، يعني حق اي مواطن يقول ده بتاعي. يعني احنا لما نسمع صوت ام كلثوم نقول دي بتاعتنا هي، كوكب الشرق بس هي بتاعتنا احنا، فنحبهم وننحاز لهم. الاصوات المصريه اللي نحبها وننحاز لها تتعد على صوابع الايدين الاثنين، مش هقدر اقول الواحده، الموجوده على الساحه حاليا. في شويه اصوات كده نقول المصريين طبعا نحب الكل، كلهم ولادنا زي ما بيقول، لكن كان في كام صوت كده الحبايب، واحده من الغاليين دول كانت امال ماهر، وما زالت امال ماهر طبعا الفنانه الكبيره امال ماهر. الناس تحبها، تحب صوتها، نعتبر انها استثمار حقيقي يستحق انه ياخد مكانته. الخبر الجميل انه بعد قلق كتير وبعد اخبار صدقوني ما ينفعش بقى نقعد نتكلم فيها، وبعد تفاصيل عن حالتها الصحيه وقلق عنها وخرجت طمنت الناس وتعثرات حصلت لها في مسيرتها الفنيه، الخبر المهم اللي يهمنا كلنا واللي يهم المهتمين بالفن انه الفن بيستعيد الصوت المصري الجميل امال ماهر يوم الجمعه اللي جاي. النجمة بترجع بحفل كبير جدا في مدينة العالمين الجديدة، المفترض أنه الحفل هيكون يوم الجمعة الجاية، الحفلة من تنظيم شركة تذكرتي. ولما نتكلم عن ردود فعل الناس هتلاقي أنه بردود فعل اطمئنان حقيقي على أمال ماهر، اطمئنان حقيقي أنها بترجع بكامل لياقتها وأنها بترجع للفن وترجع تعمل رصيد جديد وتعوض اللي فات. زي ما بقول لكم الناس كانت منحازة لأمال ماهر لأنه عندهم إحساس حقيقي أنه بتاعتنا تخصنا. فتعالوا نشوف جزء صغير كده من البرومو الترويجي للحفلة المفترض أنها تقام إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي، يعني بعد يومين، في مدينة العالمين الجديدة. انتظروا عودة ملكة الغناء العربي آمال ماهر في أقوى حفلات مهرجان العالمين لصيف 2022 في العالمين أرينا يوم الجمعة 29 يوليو. احجز تذكرتك دلوقتي على موقع تذكرتي.com. لمزيد من المعلومات اتصل على 15355. استعدوا لليلة خيالية. تنظيم شركة تذكرتي إيفنتس ودي ميديا وإنسن. تطبق الشروط والأحكام. الحديث عن رجوع أمال ماهر يخلينا نرجع نفتكر أنه لازم ترجع بشكل لائق، وده اللي شركة تذكرتي كانت حريصة عليه جداً ووعدت الناس بيه، أنه رجوع لائق ومجهود كبير جداً تم بذله لتنظيم الحفل الكبير ده. الحفل يوم الجمعة، والمفترض أنه الحفل غير أي حفل فات لأنه آلاف من المصريين منتظرين، وزي ما بقول لحضراتكم كده لأنها قيمة فنية كبيرة ولأنها صوت الناس منتظرة بفارغ الصبر. أمال ماهر نفسها أبدت سعادة كبيرة جدا، كلمت عن أنه الرجوع للغنى وسط جمهورها وسط أهلها هي فرصة حقيقية. كتبت على صفحتها على موقع إنستغرام تعليق بيتكلم عن فرحتها ورجوعها، وقالت وحشتوني ومفيش كلام يقدر يوصف قد إيه أنا مشتاقة لليوم ده، وأنه أنا راجعة لحضن جمهوري الغالي. اعتقادها وإيمانها أنه الحفلة دي هتبقى غير أي حفلة فاتت، وقالت هستناكم نغني كلنا مع بعض. قيمة أمال ماهر الفنانة، قيمة والصوت اللي كل المصريين اللي مهتمين بالفن سعداء جدا بأنه رجع. مشوار أمال ماهر طويل بالمناسبة، ما هياش هي نجمة شابة طبعا، لكن مشوارها طويل جدا وغني. أغاني كتير قوي أعتقد أنه كتير مننا يفتكرها، غنت أغاني رومانسية وعاطفية ودرامية ووطنية. أنا شخصيا يعني كلنا نفتكر يا مصريين، ولما نفتكر طوبة فوق طوبة وابني، لما نفتكر كل أغاني أمال ماهر اللي بقت جزء من التراث الحديث للفن، يبقى نتوقع منها حفل جميل، نتوقع من
من جمهورها استقبال لائق، وده توقع اننا بقى نهتم بالفن ونركز في الفن وننسى اي حاجه قلقتنا قبل كده او قلقتها هي بشكل شخصي قبل كده. الحمد لله على السلامه، ومنتظرينها انها ترجع بحفل مميز ان شاء الله هنكون كمان بنتابعه وبنغطيه من خلال شاشتنا هنا. يعني بما انه احنا اولاد النهارده ولما نفتي انا بحب طوبه فوق طوبه وابني، ماليش دعوه يعني، انا انحاز لك زي ما انحاز ستفضل الاغنيه دي اغنيتي الوطنيه المفضله. مصر مكتوبه لابني، مصر بتاعتنا بتاعت ولادنا، ولما نغير عليها ونتضايق ونزعل ونهتم ونفرح نبقى بنفرح عشاننا وعشان اللي جايين بعدنا، ولانها للي جايين بعدنا فاكتشاف المواهب لا هو فضل ولا هو منه ولا هو حاجة زيادة كده احنا بنعملها مجدع مننا، ده واجب على كل حد موجود في موقعه، كل حد قاعد على كرسيه النهاردة لازم يبقى مركز جدا مين اللي هيجي بكرة، ولو انا مش قادر احضر اللي هيجي يقعد بعدي يبقى انا مش بحب البلد دي بجد، انا بحب نفسي وبحب استفيد لوحدي وبحب الناس تحبني لوحدي وتعرفني لوحدي. فالحقيقة انه دايرة انه تفضل مصر تنتج مواهب وتطلع نجوم ده واجب على كل حد فينا، وعشان كده برضو هتلاقونا بننحاز لمسابقة نجوم التاسعة ونحس انها فضل وواجب وقيمة حقيقية بتحصل من المصريين الموهوبين اللي عنده فرصة يطلع نجوم جديدة. برنامج التاسعة مازال بينتظر وبيستقبل رسائل المواهب والمبدعين في مسابقة التاسعة اللي ما سمعش قبل كده بس احنا اتكلمنا عنها كتير قوي، هي اكبر مسابقه لاكتشاف المواهب في مجالات مختلفه. احنا بندور على مواهب في الغنى، في الشعر، في القصه القصيره، والتقديم للمسابقه بسيط لوجستيا، فعشان كده مفتوح لكل الشباب المصريين من كل المحافظات. التقديم لسه ممتد لحد نهايه يوليو، بس بتبعت فيديو قصير لو انت موهوب فنيا او في الغنى، تبعت كمان PDF لو انت موهوب في الكتابة لعدد 3 مثلا من كتاباتك لو انت بتكتب شعر. خلونا نشوف برومو ونرجع كمان نستقبل مشاركاتكم. بنستقبل كل هذه الأعمال الفنية على صفحة التاسعة. شوفكم بعد فاصل قصير، بس خلونا أول نشوف برومو نجوم التاسعة. نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. عارفين المصريين لما دايما كانوا يقول الراجل يقول على مراته الحكومه، وكان دايما النكت تبقى الفكره بتدور حول فكره الحكومه. هو الحقيقه انه على قد ما هي نكته وعلى قد ما هي فيها طابع كده ليه دعوه بانه السلطه والتحكم عند الزوجه، لكن هي فيها منطق، منطق اقتصادي بحت، لانه ميزانيات البيوت لو عايز تفهم ميزانيات الدول ممكن تفهمها بمثال ميزانيات البيوت، أو العكس أيضا صحيح، يعني ينفع تفهم ميزانية الأسرة زي ما الدولة بتعمل. ببساطة جدا البيوت ميزانياتها بتدار إزاي؟ إنه أنا عندي دخل 10 جنيه وبصرف من الدخل بتاعي ده 8 جنيه، يبقى أنا كده الميزان التجاري بتاعي الطبة بتاعته أو الكفة بتاعته مايلة ناحية إني بحوش. لو أنا عندي دخل 10 وأنا بصرف 12 يبقى أنا بستلف، لو أنا عندي 10 وبصرف 20 يبقى أنا في كارثة اقتصادية حقيقية، وهكذا. فالدول كمان
بتدير ميزانيتها بمنطق طبعا معقد شوية لكنه شبه كده جدا. فعشان كده في حاجة اسمها الميزان التجاري للدول، هو الفرق ما بين الصادرات والواردات. يعني أنا كدولة أنا بصدر إيه؟ أنا المنتج بتاع المواطنين بتوع الناس الكتير قوي اللي عندي في الدولة، الثروة البشرية اللي احنا طول النهار نتخانق نقول عايزين نخلف عيال عشان احنا ثروة بشرية، الثروة البشرية دي بتقدم ايه للبشرية؟ بتقدم منتج المفروض يتحول إلى فلوس. لو حضرتك بتقدم خدمة تبقى الخدمة بتاعتك دي ليها قيمة، ولو بتقدم صناعة يبقى الصناعة بتاعتك دي بتتصدر، لو بتقدم تكنولوجي فالتكنولوجي دي ليها ثمن وهكذا. لو احنا بقى الثروه البشريه بتاعتنا دي ما بتقدمش حاجه تترجم للبشريه تبقى فلوس تبقى واردات من الدوله، يبقى احنا مش ثروه ولا حاجه، يبقى احنا بنضحك على بعض. وبالتالي الميزان التجاري ده حاجه مهمه جدا تتقاس، مش بس نقيس الكفه رايحه فين لكن نقيس المكونات بتاعتها. يعني احنا بنصدر، بنصدر ايه؟ بنصدر عربيات وتكنولوجيا ولا بنصدر مواد خام اوليه؟ بالمناسبه الحسبة دي التفصيلة دي هتلاقي الرئيس كتير قوي بيسأل فيها ويدخل في تفاصيل. كنا زمان نفرح قوي ان احنا بنصدر وخلاص، بنصدر لا بنصدر مواد أولية ومواد خام وبعدين نرجع نستوردها تاني بأضعاف ثمنها، كده برضو الحسبة خسرانة. لكن تشوف الكفة مايلة فين، مايلة ناحية انك بتصدر أكتر ولا بتستورد أكتر، وكمان تشوف انت بتصدر ايه وبتستورد ايه. ما ينفعش ابدا نقول عشان نظبط الكفتين احنا نبطل نستورد، مفيش دوله في العالم ممكن تبطل تستورد، وما فيش حد يعمل نفسه شاطر ويقول انا عشان اظبط ميزانيتي انا هبطل اصرف ولا مليم، انا هموت من الجوع، ما حدش بيعمل كده. لكن بنقرر هنستورد ايه، فتلاقي ان الدوله لما تضيق شويه في الاستيراد تضيق على بعض السلع اللي تقول ممكن اقلل منها، لكن في سلع استراتيجيه لازم افضل استوردها. الموضوع ده ببساطه كده المركز الاعلامي لمجلس الوزراء كل فتره بشكل دوري بيطلع لنا انفوجرافي يقول لنا ايه اللي حصل، بقى احنا الاقتصاديات بتاعتنا رايحه فين. فالانفوجرافي اللي صادر من مجلس الوزراء مهم جدا لانه بيورينا الفجوه دي ما بين الصادرات والواردات الكفتين بتوعنا انها انخفضت لاقل مستوى ليها من 7 سنين. ايه اللي حصل عشان يحسن اداء الميزان التجاري للدوله وعشان يحصل الطفره دي؟ يعني اقول انه الواردات بتاعتنا مثلا، خلونا نشوف يا جماعه الانفوجراف، هتلاقوا انه في الفتره من يناير لابريل في سنه 2021 كنا بنصدر بحوالي 12 مليار دولار. من نفس الفتره في 2022 بقينا بنصدر ب 19 مليار دولار وهكذا. العجز التجاري اللي هو الفرق ما بين الصادرات والواردات، انا عندي بالسالب ولا بالموجب، العجز لسه موجود، لسه انا بستورد اكتر لكن العجز بيقل، فانخفض العجز التجاري 6.8%. قيمه الصادرات، الاداء بقى التجاري، قيمه الصادرات انا صدرت بقد ايه في شهر مثلا من ابريل 21 كنا ب 3.2 مليار، بابريل 22 4.9 مليار وهكذا. هتلاقوا انه من 2014 ل 2021 الخطوط اللي على اليمين او الجراف اللي على اليمين ده بيوضح لنا الميزان التجاري لمصر. هتلاقي انه في 2018 مثلا كان الكفه كانت الدنيا ماشيه يعني بأداء عظيم جدا، 52 مليار دولار الميزان التجاري بتاعنا، و2021 93.8 وهكذا. انت عايز تشوف ايه من الانفوجراف المحترم ده اللي كله ارقام؟ عايز تشوف ادائك، عايز تشوف مستوى الاقتصاد بتاعك بيتحسن ازاي، ورغم اللي احنا كنا بنتكلم عليه من بدايه الحلقه انه الازمات الاقتصاديه العالميه برضو حتى لو في ازمه اقتصاديه عالميه لنا فيها فرصه. ارتفاع اسعار المواد البتروليه، لو انا بصدر مواد بتروليه انا كسبان، انا عندي دخل من الواردات حقيقي ممكن يظبط لي الميزان والكفه بتاعتي. على هذا القياس في امور كتير جدا ينفع نتكلم فيها، لكن كمان بنفس القياس بقى تعالوا نسيب بقى حته الميزان التجاري ده ونشوف صندوق النقد. احنا دايما اي خبر يخص صندوق النقد بيبقى بالنسبه لنا مهم جدا لانه
صندوق النقد بيقول آراء وبيقول إحصاءات بتكلم الناس وبتكلم المستثمرين تعالوا استثمروا في مصر ولا لا. مصر عانت من خروج حاجة اسمها الأموال الساخنة أو استثمارات كتيرة جدا لما أمريكا رفعت الفايدة، وبالتالي مصر كمان بتجتهد دلوقتي أنها تجذب استثمارات بطرق جديدة. صندوق النقد بيقول إيه بقى؟ بيتكلم عن أنه توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لسه في معدلات 5.9% لسنة 22. وفكرة أنه صندوق النقد يفضل يتكلم عن نمو الاقتصاد المصري النهاردة وإحنا في قلب الأزمة الاقتصادية العالمية، وإحنا في قلب أزمة اقتصادية بتمر بمصر طبعا، أنه تقديراته كانت أنه نمو الاقتصاد العالمي 3.6% ونزلها ل 3.2%، لكن كمان في شهر يوليو يتكلم أنه اقتصادات مصر بتنمو بنسبة 5.9%. ده معناه إيه؟ دي كمان حاجة محتاجين نفهمها. وزي ما احنا بنتكلم عن التوقعات بتاعة صندوق النقد وأنها ليها مدلول أو حاجات على الأرض موجودة بتدل عليها، احنا محتاجين نفهم التفاصيل دي بشكل أكبر من خبراء اقتصاديين. بقى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد شوقي، أولاً مساء الخير، وثانياً فكرة التوقعات صندوق النقد بعض الناس يقول الكلام ده أنا مش فاهمه أو مش منطقي بالنسبة لي أو مش عارف يعود عليا بإيه. أولاً مساء الخير، وثانياً الشرح بقى عند حضرتك. مساء الخير دكتور أحمد. لحد ما يرجع لنا بس دكتور أحمد، صندوق النقد بالمناسبة في توقعاته في شهر يوليو قال كده أنه الاقتصاد المصري في 2023 سنة جاية، نتكلم في شهور قليلة، ممكن يحقق نمو بنسبة 4.8%، ورفع التوقعات حصل في شهر إبريل اللي فات 0.3 من 10 عشان يوصل 5.9 أو 5.9% اللي كانت قبل كده في يناير اللي فات 5.6%. ايه الفروقات البسيطه دي تفرق؟ ده السؤال. هيفرق معايا انا في حاجه؟ ده السؤال الثاني. دكتور احمد شوقي معانا، مساء الخير على حضرتك واهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ زينة، ومساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. التبسيط السهل العميق دايما، ده عهدنا بك دائما. اهلا بيك يا فندم. طيب، هو في البدايه قبل ما نقول التبسيط السهل العميق زي ما حضرتك بتطلبي مني، احنا عايزين بس نوضح حاجه بسيطه قوي. المره دي صندوق النقد الدولي لما تحدث عن معدلات النمو هو كان بيركز بس في بعض الامور الرئيسيه، وبيقول ان احنا العالم كله بيشهد يعني حاله كده يعني هنقولها ضبابيه شويه او يعني معقده شويه، نتجه طبعا الحرب الاوكرانيه وارتفاع اسعار الطاقه والغذاء وانقطاعات او المشكلات في سلاسل الامداد وموجات كوفيد 19 اللي احنا برضو شاهدنا انها ابتدت ترجع تاني. طبعا دي اثرت على العالم كله بشكل واضح، وده ادى الى تخفيض صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد او الناتج المحلي للاقتصاد العالمي. الا اننا لما هنيجي نركز شويه كده ونبص في التقرير، وانا كنت بفحصه بشكل جيد، يعني لقيت ان في 5 دول تحديدا بتمثل نقطه مضيئه كده في توقعات صندوق النقد الدولي. بدايه السعوديه 7.6، بعديها الهند 7.4، بعديها الفلبين 6.7، باكستان 6%، مصر 5.9. يعني مصر كده هنقول انها ضمن الاقتصاديات الخمسه صاحبه اعلى معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي. ودي حاجه انا شايف في تحليلي كده ليها، طب هي احنا وصلنا لها ازاي؟ أيوة. وده بقى التبسيط اللي احنا ومكوناتها ايه كمان يا دكتور؟ ومكوناتها ايه؟ تمام قوي. طب اما نيجي نبص هو احنا وصلنا للموضوع ده ازاي ومكوناته ايه؟ مصر خلال التسع اشهر من العام المالي الحالي اللي هو 2021 2022 حققت معدل نمو وصل ل 7.8% مقارنه بالتسع اشهر في العام الماضي 1.9. طيب احنا متوقعين ان احنا نوصل ل 6.2. طب ايه المكونات دي بقى، جت ازاي او حصل ايه؟ احنا عندنا كان في بعض القطاعات الرائده اللي ساهمت في تحقيق معدل النمو، تحديدا منهم الصناعات التحويليه، التجاره، الاستخراجات، والقطاع العقاري والقطاع الزراعي، دول كانوا بيساهموا ب 61% من الناتج المحلي. طيب بالاضافه الى كده لما نيجي نبص بقى لقطاع الاتصالات حقق معدل نمو 16.4%، طبعا ده ناتج عن ان الناس كلها ابتدت تعتمد على التكنولوجيا والانترنت في الورك فروم هوم والابلكيشنز وتحويلات الاموال وخلافه، كلنا ابتدينا نستخدم البترول التكنولوجيا
طبعا كلنا ابتدينا نستعمل التكنولوجيا والابلكيشنز في الفتره الماضيه. الى جانب ان كان قطاع قناه السويس تحديدا او قناه السويس حققت معدل نمو 13%، الصناعات التحويليه كمان حققت 10.3%، قطاع التشييد والبناء حقق 8.2%، قطاع المطاعم والفنادق 62.8%، ده طبعا بعد ما ابتدت الحركه في القطاع تحديدا في الحجوزات. فلما نيجي نبص للمكونات كلها كده على بعضها، 9 أشهر الاولى احنا تحديدا كنا يعني لو قسمناها جزئين عشان نوضح الامر اكتر ببساطه، احنا في ال6 أشهر الاولانيين قبل ما تبتدي الازمه بتاعت روسيا اوكرانيا، 6 أشهر اللي هم يعني هنقول تحديدا بنهايه شهر 12 الماضي، كنا محققين معدل نمو 9%. الربع اللي بعديه اللي هو الربع الثالث من العام المالي الحالي اللي هو بينتهي في مارس، حققنا 5.4%. ده اللي وصلنا ان احنا في مجمل ال9 شهور نعمل 7.8%. طبعا لما نيجي نبص للازمه اللي احنا فيها والاسباب اللي اوضحها التقرير اللي احنا وضحناها في الاول، طبعا ده ادى الى تخفيض معدل النمو، الا ان هنا ده بالنسبه للعالم، الا ان مصر ثبت معدل النمو بتاعها. لما نيجي نبص على سبيل المثال الصين 3.3%، امريكا ده توقعات صندوق النقد الدولي، امريكا لا انا عايزه كمان يا دكتور بعد اذن حضرتك عايزه ابص على الدولتين اللي سابقنا، يعني الهند طول الوقت بتبهرنا بفكره معدلات النمو عشان احنا بنتنافس مع الهند في الثروه البشريه في قطاع طبعا التكنولوجيا طبعا مثلا، فهل احنا كمان حققنا نمو في قطاع التكنولوجيا؟ هل دي محسوبه ضمن الناتج المحلي بتاعنا وبقت ليها ثقل حقيقي؟ قطاع الاتصالات تحديدا هو كان الداعم الرئيسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، حققنا فيه معدل نمو 16.4%. ليه؟ لان احنا كمان عملنا حاجه مهمه قوي في الفتره اللي فاتت دي، كان عندنا اهتمام من الدوله بالديجيتال ترانسفورميشن، التحول الرقمي. شفنا الفتره اللي فاتت كل البنوك، اغلب البنوك ابتدت تعمل ابلكيشنز على الموبايل، موبايل واليتس، حاجات كتير قوي عشان تبتدي تعمل تحول رقمي، الى جانب طبعا معدل الشمول المالي اللي ارتفع وصل ل 56.2% مقارنه ب 33% في 2017. فبالتالي الناس ابتدت تعتمد اكتر على عمليات تحويل الاموال، كل العمليات بقى بمختلف انواعها. ده الى جانب طبعا يعني هنبص عندنا في الاي تي امز كترت، عمليات السحب النقدي من الماكينات، في ابلكيشنز كتير ابتدت البنوك تعتمد عليها، عندنا انستا باي ابتدت البنك المركزي يدخله. فكل الامور دي في عمليات التحول الرقمي كان ليها دور كبير قوي في دعم قطاع الاتصالات عشان يبتدي يعمل بوش لاعتماد الناس اكتر والدخول من الاقتصاد النقدي الى الغير نقدي. ده بدوره دي يعني دلاله مهمه قوي. عايزين بس ناكد ان احنا لما بنتحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد غير النقدي، بكل زياده تحديدا 10% دي بتساهم يعني هنقول كده في توفير فرص عماله، بتوصل ل 200,000 فرصه عماله، ده رقم مش قليل. بالظبط. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكلام اللي دكتور احمد قاله بسيط ومليان ارقام برضه، لانه انت ما بتقدرش تتكلم عن الناتج المحلي غير ما تتكلم بارقام ونسب، لانه الارقام المرسله كده ما تنفعش، لازم تبقى نسبه، لازم ابقى بقارن النهارده بامبارح. فكره مهمه جدا قالها دكتور احمد شوقي، فكره التعدد، الناتج المحلي بتاعنا بيزيد من مصادر متعدده. زي بالظبط لو رجعنا لنفس المثل بتاعنا بتاع اقتصاد الاسره، لو الاسره دي اقتصادها قائم على الاب بس اللي بيشتغل في وظيفه وبيدخل دخل واحد من فرد واحد، هتبقى ده المصدر الوحيد، لو حصل فيه اي ازمه تبقى احنا عندنا كارثه كبيره. تعدد مصادر الناتج المحلي يقول لك انه في استقرار، عندك مصادر من قناه السويس، وعندك من السياحه، وعندك من قطاع البترول، وعندك من قطاع الاتصالات، فانت كده زي العيله اللي عندها الاب بيشتغل والام بيشتغل والابن بيشتغل مع دراسته في الجامعه، فعندنا مصادر متعدده، فلو حاجه فيهم تاثرت تقدر تعتمد على الباقيين. احنا بنتكلم على استقرار عشان نطمن، لكن كمان عشان نشتغل أكتر وعشان نبقى جزء من هذا الناتج المحلي. لما حد فينا بيقول لحد أنت جزء من اقتصاد الدولة ما بيصدقش، احنا ما بنصدقش قوي في دورنا الفردي، أنا كشخص لوحدي ليا تأثير حقيقي، لأنه أنا لما بشتغل بس كويس، يعني مش محتاجة أبقى أستاذ اقتصاد، أنا بس أشتغل كويس وبالتالي قيمة اللي بعمله ده تزيد، أنا جزء من اقتصاد هذه الدولة. كفايه كلام عن الارقام بقى، تعالوا نرجع للفن وتعالوا نطمن على الفن. واحد من الاصوات، احنا لسه كنا بنتكلم عن الفنانه الجميله امال ماهر،
شوفوا بقى افتكروا كمان النجم الكبير محمد منير لما عمل حفلته فترة قصيرة كان رد فعل الناس عامل ازاي. عشان كده بقول لكم احنا عندنا كام اسم كده الغاليين، والغاليين بتوعنا دول اخبارهم بالنسبه لنا اخبار مهمه وليها الاولويه، انتاجهم الفني مهم جدا بالنسبه لنا. عشان كده في حديث عن ازمه، يعني حاجه جميله اغنيه ليلي وازمه حقيقيه في هذه الاغنيه. ازمه ابتدت من الكلام عن اللحن والكلام عن الكلمات. النهارده حصلت ازمه اعتقد انها تصعيد بسبب محاولات كتيره جدا لريبورتس او تقارير انه يوتيوب قفل اغنيه ليلي للنجم محمد منير بعد ما حصل خلاف على حقوق الملكيه الفكريه. الخلاف بدا من عند المطرب محمود المنسي، ومن امبارح للنهارده احنا في حاله جدل كبيره جدا على اغنيه الفنان الكبير محمد منير واللي كتبها ولحنها الفنان اكرم حسني. الجميل أنه أكرم حسني لم يختفي ولم يتوقف أبداً عن أنه يتكلم عن أنه ملكيته الفكرية للكلمات وفكرة أنه اللحن واحد من ألحان الفولكلور، لكن ده لم يهدئ فكرة أنه محمود المنسي بيقول أنه أو بيدعي أنه هو صاحب هذا اللحن. القصة من الآخر بتقول لنا كده أنه لا، الأغنية دي أصلاً لحنها مقتبس من الفولكلور، وحضراتكم عارفين أغاني الفولكلور هي ملك للجميع. لو تفضلت تتتبع الأغنية كده من أولها ما تعرفش مين أول واحد قالها. المفترض أنه أغنية ليلي من لحن أغنية أو لحنها مقتبس من أغاني السيرة الهلالية واسمها يونس خطر في السوق. فولكلور شعبي صعيدي، فالخلاف ده هيرث على ايه؟ احنا محتاجين نعرف على طول من الناقد الفني الاستاذ امجد جمال. خلينا نعرف تفاصيل الخلاف اولا، ممكن يوصل لايه؟ حقيقه فكره ان اغنيه ليلي مقتبسه من التراث ولا لا؟ وايه الاغنيه التراثيه اللي ممكن نبقى بنتنازع عليها؟ مساء الخير على حضرتك استاذ امجد. استاذه دينا مساء الخير على حضرتك يا فندم. أول سؤال كلنا عايزين نسأله، الخناقة دي بجد ولا أصلاً الأغنيتين مقتبسين وكان يجدر الإشارة لأنهم مقتبسين من فولكلور شعبي؟ طبعاً يعني سواء من المتخصصين أو بالسمع هو واضح إن اللحنين دول اللي هيسمع الفولكلور اللي هيسمع يونس خطر في السوق اللي هي الفولكلور اللحن الأصلي هيدرك بسهولة تماماً اللحنين فولكلور، وان الاثنين والاثنين هم في رايي ارتكبوا غلطه بان الكريدت في الاغنيتين مكتوب الحان فلان والحان فلان، الحان اكرم حسني والحان سيد طه. سيد طه ولا محمود المنسي؟ محمود المنسي المطرب والملحن اسمه سيد طه. سيد طه، اوكي. هم الاثنين ارتكبوا خطا ان هم ما ذكروش الفولكلور، يعني هو طبعا الفولكلور زي ما حضرتك قلتي هو ملك الجميع. ملك الجميع ده لا يعني ان انا انسبه لنفسي. طبعا ملك الجميع ان انا اديه، مثلا ان انا لو في حقوق مثلا ماديه انا معفي منها لان بالضروره من الفولكلور متوارث. مفيش ورثه مفيش حق. فده اللي انا معفى من هذا. لكن انا ان انا انسب لحن لنفسي وهو مش بتاعي اصلا دي اشكاليه عند الطرفين. بس احنا عندنا هنا ان في طرف، الطرف الاول اللي هو الاستاذ محمود المنسي اللي هو المطرب اللي نزل الاغنيه بتاعته سنه 2017، هو استغل يعني استغل للاسف يعني انا شايف ان اللي عمله ده شيء غير اخلاقي بالمره. هو استغل ان هو اغنيته نزلت الاول على اليوتيوب فبالتالي ادعى انها ان دي ملكيته بالظبط. يعني دي بقى الاجابه على السؤال الثاني اللي عايز اسال حضرتك عنه، يعني ازمه اليوتيوب دي ازمه مفتعله، لانه اذا رجعنا بقى للاصل بالظبط فاحنا الاثنين مش اصحاب الاغنيه دي ولا اصحاب اللحن عشان ندعيه، مظبوط؟ هو اعتمد ان اليوتيوب يعني هو ذكاء اصطناعي في النهايه، انا قدامي المصدر اللحن ده بالظبط ابقى عندي تاريخه قبل ده فانا خلاص انا هلغي اي تاريخ بعده. لكن هل اليوتيوب مثلا عنده ذاكره التراث والفولكلور الموسيقي بتاعتنا؟ لا طبعا ما عندوش. فهو هو لعب على النقطه دي للاسف، وانا حتى سمعت له مداخلات هاتفيه وتصريحات صحفيه حتى مش بيقول ان مش بيدعي مثلا ان اكرم حسني خد التعديل بتاع لحنه على الفولكلور، لا هو بيقول انا هو اكرم انا سبقته فانا من حقي ان انا اقفل له اغنيته.
اللي بيتكلم بمنطق نفسه، ده منطق ان احنا شد لي الشنطه فانا بقطع له الكتاب بالظبط، ده منطق اللي صحي الاول بيعلن مسؤوليته عن اللحن. ده طبعا شيء غير اخلاقي. طبعا لو قلنا، لو اعتبرنا يعني ان ممكن الملحن يحط اسمه على لحن من الفولكلور، فده على الاقل بيتطلب زي بليغ حمدي مثلا في حزب وداد، يعني بيتطلب انت تحط اضافه مقنعه للحن، اضافه واضحه. وحضرتك فنيا مش شايف ده؟ يعني انا بعتذر، انا ما سمعتش الاغنيه الاصليه يونس خطر في السوق، فحضرتك فنيا شايف انه فعلا اللحن متاخد كاملا من الفولكلور من الاغنيه الاصليه، ولا محطوط عليه اضافات؟ في حاله اكرم او اغنيه الكينج منير، يعني هو اللحن متاخد 100%. 100% بمعنى ايه برضو؟ يعني هو برضو في تعديل بسيط حصل، بس التعديل ده مش بيحسب ان هو اضافه. ليه؟ لان هو بيسموه حاجه اسمها سيكونس. سيكونس او ميلوديك سيكونس، ان انا باخد الجمله اللحنيه يونس خطر في السوق او لا 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 لا، دي الجمله اللحنيه الاصليه. هو عمل سيكونس، يعني ايه؟ خدها كررها مره، دي اول مره بيكررها، ثالث مره جه كررها عمل لها يعني على البيتش بتاعها بس، او عليها نغمه درجه. هو مثلا لو هو كان على السول مثلا، فعلي بقى على الله. يعني ده يعني دي حاجه علميه، يعني هو ما غيرش لحن، ما اضافش جمله لحنيه حقيقيه جديده، لكن هو خلاها بدل ما هي لا 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 خلاها لا 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 فعليت، لكن نفس التركيبه اللحنيه نفسها. يعني اشهر مثال على السيكونس عشان المشاهد لو بيسمعنا ابسطها، يعني بيتهوفن في السيمفونيه الخامسه بتاعته لما بيدخلها ب تا 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 تا، جمله مشهوره جدا. تا 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 الاولانيه دي هي تا 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 الثانيه بالظبط على فكره، يعني هي بالظبط، لكن هو نزل تون، نزل درجه، عمل سيكونس نزل تحت، فده ما يعتبرش ان هو انها مش نفس الجمله اللحنيه، لا هي نفس الجمله اللحنيه. ده اللي عمله اكرم في اغنيته اللي هي على 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 بياتي السول، يعني مام بياتي من درجه السول. دي حاجه الأغنية اعتقد الاغنيه الثانيه بقى هي بياتي على الله، يعني مش مهم الدرجه يعني، بس هو نفس اللحن، لكن المزوره الثالثه، هي مش مزوره، هي الجزء الثالث من الاغنيه، هم حوالي 16 مزور او 14 بار. الجمله الثالثه عند محمود المنسي جمله مختلفه تماما عن الجمله اللي رحلها منير، يعني هي جمله فعلا جديده على الاغنيه. وبيروح للجمله الرابعه، لجمله بيقول 90 مليون دكتور كده، اللي هي بتفكرني اصلا بجمله في اغنيه شهيره اسمها اما براوه، اما بتقول طيب انا مبسوطه بصراحه، مستمتعه بالتحليل الفني، بس عايز اسال حضرتك، لانه الازمه دي، لان هي ازمه جايه مع الكبير، يعني مع الغالي بتاعنا برضو، واكرم حسني فنان محبوب وعنده رصيد من ثقه الناس، اللي تخلينا نقول لا 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 اكرم حسني ما عملش كده، يعني ده مش يودينا للفكره بتاعت ايثكس اصلا بقى، واخلاقيات الشغلانه دي كلها، والملكيه الفكريه بقى بتاعت كل تفاصيل الكتابه والغنى والتلحين؟ مش دي ممكن تبقى بدايه حل ازمات تانية لناس تانية؟ يعني في 30 ثانيه لو حضرتك تقدر تقول لي حاجه حلوه ممكن نطلع بيها من الازمه دي. هو الحاجه الحلوه، يعني في رايي الحاجه الوحيده الحلوه في الموضوع، اننا ممكن نبدا بقى نركز بقى، عرفنا بقى اهميه التراث، عرفنا ان قد ايه ده منجم. ان احنا يعني في دول في العالم كتير حوالينا، و سواء في منطقتنا او بره، بيعملوا يعني قواعد للتراث، بيحاولوا يحافظوا على التراث، بيحاولوا يجمعوه، الفلكلور بتاعهم ده اللي هم تراثهم الشعبي والانساني والمجتمعي، ده حاجه غاليه، يعني حاجه بتحاول انت اولا تحفظها انها ما تنقرضش مثلا، ما تندثرش، ان هي في النهايه تعتمد على التواتر. فانا من جيل لجيل من جيل لجيل، فيفرض حصل ان احنا اصلا لحن من دول سقط تاريخيا، فاول حاجه ان احنا نعملها يعني الدرس، ان احنا توثيق التراث زي ما حضرتك قلت، توثيق والنبش وراه، وان احنا نطلعه ونشيل من عليه التراب، وعلى الاقل نصنفه، يعني نعرف الحاجات دي كلها يعني نجمعها فين. انا بشكرك، ده حقيقي، انا بشكرك شكرا جزيلا، الناقد الفني امجد جمال. والحقيقه يعني الموضوع شكله مش لذيذ ومش حلو. انا متاكده انه النهارده سيد طه او محمود المنسي اصحاب الغنوه الاولى هيكونوا عندهم يعني ردود منطقيه، اكرم حسني النهارده يكون عنده ردود منطقيه، هنوصل لحاجه يعني في حل الازمه دي، اعتقد هنوصل لحاجه، الاغنيه هتخرج للنور. لكن الحقيقه اللي احنا مش عارفين نوصل له خالص فكره
الحق الأدبي، يعني إنك تنقل حاجة عن حد، يعني دايما كده علمونا إنه في الذوق والأدب قول كده، لما تقول إنه فلان حكالي مثلا حاجة وعجبتني فأنا ما روحش أنسيبها لنفسي، زميلي في الشغل قال فكرة حلوة جدا فأنا ما روحش أخدها وأعملها فكرتي. وقيس على ده بقى كل التصرفات البديهية اليومية، مقصودة بقى أو مش مقصودة، شايفينها مهمة أو مش مهمة، هي فرصة إن احنا نفتش في تصرفاتنا اليومية العادية. وبالمناسبة اللي في ناس بتقبله على نفسها في ناس تانية ما بتقبلوش. الحق الأدبي حتى عفوا في سرقة البوست على الفيسبوك والشخص اللي يفضل ياخد كريدت وشكر يقولوا له انت ازاي عظيم وازاي تحليلك حلو على كلام مش هو اللي كاتبه أصلا، حتى الحاجات البسيطة اللي انت ممكن تقول دي ملهاش قيمة يعني ده مش عمل فني، دي سرقة. حضرتك حرامي، حرامي فكرة، حضرتك حرامي موضوع، حرامي. أنا مش بتكلم عفوا مش بتكلم أبدا في حكم على الأغنية، بس بتكلم على المنطق نفسه، الفرصة أنك تناقش قضية الحقوق الملكية الفكرية والأدبية لكل الناس. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم التسعة. يا مساء الخير. بنحب نختم الحلقة بحاجة حلوة ومفيش أحلى من الفن. النهاردة الحلقة ثلاث أرباع الوقت بنتكلم عن الفن، أيًا كان طريقة الكلام عن الفن والتعبير عنه فهو بيفضل طول الوقت الحاجة الأرقى والأكثر تهذيبًا للنفوس. وتعرف كده أنه لو الإنسان بيعرف بيفهم فن، بيعمل فن أو بيتذوق الفن، هو في مشوار الإنسانية بيتحرك خطوات محترمة جدًا. احنا النهارده معانا مشاريع تخرج لطلاب كليات فنون الجميله، من المشروعات اللي لفتت انظار الناس، اللي ناس كتير انتوا هتلاقوا دايما انه حد يقول لك وازاي في التمثال الفلاني في المكان الفلاني، طب ما تشوفوا النماذج الايجابيه اللي عندنا. اه طبعا في كل وقت احنا عندنا نماذج حلوه قوي، عندنا فنانين في بدايه مسيرتهم الفنيه لكن بيقدموا حاجات في منتهى النضج. ده اللي انا متوقعه النهارده، انه احنا شايفين شغل عظمه مش كده. انا متشرفه كده انه النهارده معايا هبتدي بندى. ندى صح كده، ندى خالد. ندى خالد من كليه فنون جميله وهي هتحكي عن مشروعها. بصراحه بالاول كمان بسلمى، سلمى اسامه، شعبة فنون نشر، رسوم نشر، قعدت تحفظني ساعة. سلمى نورتينا. وساندرا أشرف شعبة نحت، وساندرا الأولى على الدفعة، نورتينا يا ساندرا. شكرا. وأخيرا وليس أخيرا، سايبك بس في الآخر، محمد عراقي كلية فنون جميلة، برضه عامل حاجة معقدة جدا جدا بس نحت برضه مش كده؟ نحت بارز. نحت بارز. أنا اتعلمت منكم أول حاجة دلوقتي إنه حتى النحت فيه تخصصات مش كده؟ بالظبط. طب احكوا لي بقى، أنا عايزة أبتدي من عند سلمى. سلمى أسهل حاجة نفهمها فنون نشر، احكي لي بتعملوا إيه؟ هو احنا المفروض ان احنا بنعمل اي حاجه ليها علاقه بالحاجات اللي بتنشر، يعني مجلات او كتب اطفال او علميه. بنبدا ان احنا سي مثلا اي واحد اديب او كاتب او شاعر ولف كتاب بالظبط، مثلا اي حاجه منشوره او مطبوعه، بنبدا ان احنا نجيبها ونقرا الكلام ده ونبدا ان احنا نتخيله في هيئه رسوم. وبعد ما نرسمها بناخد بقى النص مع الرسومات دي ونبدا ان احنا نعيد صياغتها بطريقه ان المتلقي يبقى يقرا التكست وفي نفس الوقت هو بيشوف الرسومات اللي احنا بنعملها. عارفه جوزي لحد دلوقتي لما بيقرا ميكي يقول لي انت بتقري بسرعه ما بتستمتعيش بالصور. ايوه صح كده، مش انت انتوا بتوع ان احنا نستمتع بالصور مش كده؟ لا، فنون النشر زي ما سلمى قالت اوسع بكتير من انه بس الرسوم بالظبط. ممكن تبقى حاجه علميه، ممكن تبقى حاجه ادبيه، يعني مثلا في مشاريع تخرج بيبداوا ان هم يجيبوا مثلا روايه لنجيب محفوظ او لاي كاتب ويبداوا ان هم يقروا المشاهد بتاعتها ويعملوا اعاده صور. ده بتاعك بقى، ابتدينا نشوف صور دلوقتي. ده البروجكت بتاعي. انا عامله قصه اطفال لكاتب اسمه كامل الكيلاني. هو بيتميز بالفانتازيا العاليه في شغله، وان هو يعني انا لما جيت اقرا القصه بتاعته حسيت ان انا عايزه امسك المشاهد ارسمها من كتر ما هي حلوه، يعني اللي هو بيحكي بتفاصيل وبيبدا ان هو يوضح يعني كم المشاهد فيها كانت بجد حلوه قوي. وخدت قصه اسمها في بلاد العجائب لان هي كانت بتوصل هدف خيال بقى. لا غير خيال، هي كانت في الاخر بتوصل للطفل زي درس في الحياه. هو القصه بتحكي عن ان هو المفروض ان الطفله دي بدات ان هي تخش مدينه
مدينة عجيبة. كل حاجة فيها كانت يعني فيها فانتازيا عالية قوي. وبعد كده قام حصل ان هي حصل حالة على الحزن. انا كل الصور يا جماعة بصورة صور كتير وحلوة قوي قوي. شكرا جدا حضرتك. في حالة من الحزن بدأت ان هي تعم على البلد دي او المدينة. فبعد ما هي دورت لقت بيت، دخلت بيت فتحت صندوق، الصندوق طلع منه كائن خرافي هو مصدر الامل. يعني هو كان في الاخر عايز يقول للاطفال او بشكل عام ان هيحصل حاجات كتيرة قوي وحشة في الحياة، بس في الاخر هيجي الامل ان هو هي. والجميل بقى في رسم الاطفال انك البطل هو الصورة مش البطل هو الكلام، مش كده؟ ايوه حلو قوي قوي. شكرا جدا حلو. محمد ما تحكي لي يا محمد ماذا فعلت؟ النحت البارد. محمد بقى استنوا اقول للناس الاول اشاهدهم عليك. محمد المشروع بتاعه اسمه preparation for the coronation او التهيئة للتتويج، مشروع ذكوري بامتياز ومراحل بس الكتير. مش الذكورية لا لا بحقك الذكورية اللي بجد انتم مضطهدين بالظبط. احكي لي الفكرة، انا بحب اسمع طول الوقت الفكرة ورا العمل الفني. ممكن اعرض الصورة؟ نعرض طيب؟ العمل الفني الاول. محمد عراقي نحت بارز هذا هو؟ لا يعني لو التانية هتكون هناخد زوايا تانية كتير ليه، بس احكي لنا الموضوع ببساطة. مش ببساطة قوي هو مش مهم. أنا كنت الفكرة جات لي كنت بقرأ كتاب عن النماذج السيكولوجية الأربعة للذكر الناضج. فلقيت أن أكتر نموذج مميز فيهم هو نموذج الملك. في ثلاث نماذج تانيين دي عبارة عن طاقة ذكورية داخل كل ذكر، منها الملك اللي هو النابع أو المنبع اللي بينبع منه باقي الأنماط الشخصية أو الأنماط الذكورية، منها الساحر المحب والمحارب. أوكي. فحاولت اركز على ده بما انه هو المنبع. ف عبرت عن الرحله من الطفوله، لان الجانب الاصغر او الجزء الاصغر من الملك او من نموذج الملك هو الفتى المقدس. بص مستمتعه بشرحك، في عنصر نسائي في الصوره ده. العنصر النسائي بقى هو حاولت اشخصن الموضوع شويه عشان اعبر عني وانا بعمل التمثال. أوكي. او بعمل اللوحه. والدتي هي اللي كان اللي هي الدور الأكبر الحقيقة في أنها توصلني لفكرة ذكر ناضج. أوكي. أو أنها كمان تساعدني أن أنا أدخل الكلية أو تساعدني أن أنا أوصل للمرحلة اللي وصلت لها. فكنت عايز أهدلها ده في يوم التخرج، فحاولت أعبر عن الفكرة اللي أنا. محمد المخرج محتاس معاك، أنا عايزين نبينك وعايزين أنت إثبت في الكرسي. ماشي خلاص هتخيل مش هشرح أنا فكرة كويس. بس لمحمد اللي أنتم مش شايفينه خلاص، محمد ثابت نرجع لمحمد ثابت أهو. اللي أنتم مش شايفينه محمد متحمس جدا للعمل الفني لدرجة إنه عمال يشرح عليه ويتحمس. لا عظيم إن إحنا نشوف عمل فني نستمتع بيه من غير ما نفهمه، بحس إن لما بنفهمه بنستمتع بيه أكتر. انا حاولت ما اكتبش الحقيقه شرح المشروع عشان بحب اللي يشوف الحاجه طالما انا باني التصميم كويس عندي فكره. فما بحبش احصر المتلقي في الزاويه ان انا هو ده. لا هو عنده حياه، عنده تجارب، عنده حاجات يقدر من خلالها. هو ممكن يشوف النموذج النسائي ده حد تاني، يشوفه هو بفكرته بتجاربه بخبرته في الحياه، هو يتلقاه باحساسه هو. فهيوصل له الحاجه اللي تعبر عنه. انا عملت اللي يعبر عني بس في نفس الوقت مش هحصره، خليته يشوف ويتلقى بالطريقه اللي تناسبه. احنا لسه معانا سلمى وساندرا وعندنا شغل عظمه يعني. لا عفوا ندى وساندرا. هنرجع بعد فاصل قصير ونكمل كلامنا مع ندى وساندرا، وعايزين نسال الفنانين الشباب الجداد الناضجين دول عايزين يروحوا فين كمان 5 سنين. اتش ار بقى. بعد الفاصل نكمل مع فنانين متميزين من طلبه فنون جميله. لسه بنكمل مع فنانين المستقبل اللي من النهارده قدموا مشروعات مميزه. كلنا لما بنشوفها على السوشيال ميديا بنقول فين الناس دي من الشوارع، من الميادين، من المدن الجديده اللي بتتبني. لسه بقى ما تعرفناش على مشروع ساندرا. ساندرا اشرف احكي لي على المشروع بتاعك. هو انا مشروعي مش ما كانش وراه فكره فلسفيه على قد ما هي حاله حاولت ان انا امثلها بتشكيل بصري. يعني أنا في فترة التجهيز اللي هي بنجهز أفكارنا قبل تنفيذ المشروع بنحاول إن احنا نعمل سيرش، ندور على أفكار، بندور على ندور على إلهام فكرة. إلهام فكرة. من أي حاجة. فوانا بقرأ وبعمل سيرش وكده شدني قوي فكرة إن
القط الحيوان الكائن القط هو أكتر كائن من مختلف العصور والثقافات والحضارات المختلفة، تحس إن هو مثير للجدل شوية، يعني دايما مرتبط بالسحر، مرتبط بالخرافات، مرتبط بأساطير، فشدني ده، وشدني برضو ارتباطه بالمرأة، إن دايما حتى الآلهات مثلا المعبودات اللي كانوا انت عملتي علاقه بين القط والست. بصي اكتر حاجه ملفته في طبعا النحت بتاعك انه ازاي التفاصيل حلوه كده، يعني الربس بتاعه جسم الست دي كانها حقيقيه، دي الحاجه اللي خلت مشروعك متميز، دي واحده من المعايير اللي بيتحسب بيها جمال النحت، مش كده؟ اكيد طبعا، مش كده؟ اكيد عضلات تشكيل. انت عملتيهم شبه بعض، ده كان قصدك يعني؟ ايوه بالظبط، يعني بالزبط. فهمت صح؟ ايوه بالظبط، اهو بقيت افهم فهمتوا، ادتوني درس 10 دقايق. انا عملتهم شبه بعض في التشكيل وفي الشبه يعني عموما، في النسب وفي البوز نفسه الاثنين، حتى البوز والاثنين حاولت ان اعمل اخلاق علاقه بينهم وبين المشاهد، بان هما الاثنين يعتبر باصين للمشاهد، يعني المشاهد يقف قدام التمثال كده هيلاقي الاثنين نقطه التقاء البصريه يعني ما بينهم هما الاثنين. بصوا يا جماعه، يعني لو سواء ساندرا او محمد او سلمى او انا متاكده ندى، وهم بيتكلموا عادي كده، كلامهم في مصطلحات علم، ده بس كده جمله جانبيه عشان لما نيجي بقى ندور على فنانين ندور على ناس متعلمه. الله يخليكم. مش يا ساندرا، ندى انت عامله حاجه جميله قوي. شكرا. يعني عامله، انا كمان فهمت ان ندى قسم تصوير جداري، مع انك عامله حاجه تبان انها مجسم. ما هي دي كانت الفكره، ان احنا القسم عندنا عموما بيبقى عن، هو عباره عن الازاز، بنستخدم الازاز في الجداريات بتاعتنا، فانا حبيت المره دي ان انا مركز قوي على الكونسبت واركز على التكنيك اكتر، ان انا اربط ماكس ما بين الجداريه وما بين حاجه 3D، وكمان فكره تاثير اللايتنج على الازاز هتبقى عامله ازاي. على فكره الاستاذه بيليا دي انت مسميها بيليا صح؟ بيليا دي عندنا في الاستوديو بره، صدقوني كان نفسنا نجيبها. بس فهو ده كان فكره المشروع، اني ركزت على التكنيك اكتر من فكره المشروع، ان انا اركز ان انا ناقش قضيه معينه، لا حبيت اخرج عن الحته دي، وان انا عايزه اركز فكري بقى ان انا اظهر ان الازاز ممكن يتعمل بيه مجسمات وحاجه 3D نقدر نشوفها من كذا ناحيه. حلو قوي. اللي جواها بيبقى ايه؟ هي معموله من ايه؟ بليا كان عباره عن فوم، كان عباره عن بلوك فوم، وبعد كده كان مره عشان كده انت خايفه عليها تقع على جنبها، يعني هي خفيفه. هي خفيفه بس مش خفيفه، يعني هي في الاول كانت خفيفه لان هي كانت فوم بس، بعد كده مرت بكذا مرحله فوم، بعد كده اتلزق عليها شاش بغيره عشان الملمس يبقى خشن، وبعد كده بعد كده استخدمنا الازاز. دي مراحل تكوين؟ ده كان 3D معمول لاسم الكلاود، كانت ورا بيليا اصلا، لان بيليا مش المشروع بس، وده كان ماكت معمول لسحابه، وده مقبول، يعني انت مفروض ان تخصص الجداريات لكن مقبول انك تعملي حاجه 3D. بالعكس، حبوا الفكره ودعموها، الدكاتره كانوا حابين الفكره ودعموها ووقفوا في كذا ستيب معايا، والحمد لله يعني الموضوع نجح. وانتوا الاربعه عاملين حاجات عظمه. انا عايزه الحق اكلمكم في تفاصيل ما بعد الشطاره، مين يعني، انا بس بجد سؤالي، التطور الطبيعي لخريج فنون جميله انه يتوقع بحسب بقى تخصصه، يعني هنقول انه سلمى تشتغل مثلا في مؤسسه نشر، مش ده المنطقه الطبيعيه ليك؟ فانت بتدوري في دور النشر والاماكن المتخصصه، سهل تلاقي شغل؟ هو في اسكندريه اللي سبقوكي فاعتبر ان انا في اسكندريه، هو لا صعب، بس انا في القاهره فيه، بس طبعا بيحتاج مني اكسبيرينس، يعني لازم ان انا اشتغل على نفسي كتير الاول، وابدا اعمل غير بروجكت مشروع التخرج زي كل الشغل بالظبط، لازم اعمل بروجكت كتير يعني، بحيث ان هو يبقى فيه زي CV كويس، ان انا لما اجي اقدمه هم عارفوا خلاص الاسلوب اللي انا بشتغل بيه، فمفروض ان انا كمان بقدم في حاجه قريبه من اسلوبي، او اللي هو في حاجه انا حابه اشتغل فيها، فهو بيبقى دور النشر او اي حاجه ليها علاقه او بالحاجات دي، شركات النشر. طيب محمد، ازاي نوصل اننا نلاقي اعمال فنيه في كل مؤسسه وكل شركه وكل ميدان وكل شارع وكل محطه مترو؟ وده اللي احنا متوقعين، احنا عايزين نوصل لكم، بس انتوا بتوصلوا لاصحاب القرار ازاي؟
طيب انا عارف ان حضرتك اللي بتبداي تسالي فهسال سؤال. اسال اسال وانا مش هجاوبك. حضرتك قابلتي بره حياه حضرتك المهنيه قابلتي كام نحات؟ لا قابلت كتير عشان بتعامل معاهم يعني في شغل في مجالات مختلفه. بالظبط. احنا انا ما كنتش اسمع عن قسم نحت. ناس كتير لما كنت اعرف ان في نحات. بالظبط. ناس كتير لما بكلمها بتستغرب النحت يعني بتعمل ايه. فهي دي الازمه لان معظم الخريجين بيخرجوا للاسف. احنا اعضاء هيئه التدريس بيتعبوا معانا بصراحه مجهودهم يشكر فبيأهلونا ان احنا نقدر نشيل شغل كبير. طب ما الندره يا محمد معناها فرص اكتر ولا لا؟ ان عددكم قليل معناها ان الفرص المتاحه كتيره. ده لو في علم ان احنا موجودين. لا انتوا موجودين. احنا موجودين بس الفتره اللي بنبدا نقول احنا موجودين فيها بتبقى فتره مضغوطه ان احنا محتاجين اتخرجنا محتاجين فلوس كل واحد محتاج يبدا حياته طبعا. فمحتاجين فلوس عشان نبدا نطلع اعمال فنيه فاللي بيساعد في ده المفروض الاعمال المؤسسيه او الاعمال المفروض ميادين جداريات مباني الفن. يعني يعني باختصار يا محمد انت عايز تقول احنا محتاجين ناس تثق فينا تدينا مساحه واحنا نطلع شغل. بالظبط. وده بالمناسبه تكلفه النحت مهما قلت انه مكلف هيبقى لا يذكر بقيمه تكلفه الانشاءات الرهيبه الكتيره المهوله. فانتوا مهما كان شغلكم مكلف هو القيمه المضافه اللي منه اكتر كتير. ساندرا انت عملتي تحفه فنيه يعني العمل الفني بتاعك ده حلو قوي. اتمنيتي تعملي ميدان اتمنيتي تعملي نحت انت تخصصك نحت ميداني مش كده؟ اتمنيتي تعملي تمثال فين؟ ما فكرتش في الموضوع ده قوي بس يعني اللي فكرت فيه ان هو ان احنا نسند يعني نحاول ان احنا نسند الحاجات دي الاعمال بتاعت الميادين الحاجات دي اللي فعلا الكفء يعني الشخص اللي نشوفه كفء للموضوع ده. بس يعني هو في اعمال فنيه لنحاتين كتير. اقصد اقول خيط البدايه انه انا اروح اخبط مثلا على المحافظه واقول لهم انا نحات اعرفهم بنفسي ولا هو اللي المفروض يدور عليك؟ وده بجد سؤال انا شخصيا بفكر فيه. هو المفروض يدوروا علينا بس انا ما رحت يعني انا حاولت قبل لا كده. لا عارف المفروض ايه بقى يا محمد؟ المفروض يتم الاعلان عن هذه الاعمال ويبقى في مسابقات وانت تعرف وساندرا تعرف وكلنا نعرف انه ميدان كذا محتاج تمثال. بالظبط. ونقدم سكتشات او نقدم سكتشات ونسخ مصغر. ندى الجداريات حاجه يمكن مالوفه اكتر وموجوده اكتر في اسكندريه كتير قوي قوي جداريات. احنا عندنا في القاهره هنا غلابه كل حاجه رمادي. رمادي. احنا عايزين الوان في القاهره. ايه المكان اللي اتمنيتي تعملي فيه جداريه وقلتي ده يبقى حلو اضافه ويبقى لايق قوي على المكان؟ هو ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده بس ما بتفكروش ليه يا جماعه انتوا فنانين؟ لا لا هقول لك. هو بخصوص فكره الجداريه هو من هنا جات لي فكره ان هو ما يبقاش جداريه فكره الميدان ان هو حاجه تتنحت وبعد ما ننحتها نحط عليها ازاز ودي كانت فكره مشروعي فبعد كده نحطها في ميدان. فعشان كده كنت مركزه في الحته دي اللي هي مش لازم تبقى على حيطه مش لازم تبقى على وول في مكان ثابته. لا ممكن تبقى عادي 3 دي ونلف حواليها من كذا والازاز ماده يعني تساعد ان هي تستحمل العوامل بره جدا بقى يعني تستحمل عوامل البيئه ونقدر نستفيد منها في حاجه زي كده. فشايفه ان يعني ان احنا مش واخدين حقنا في حاجه زي كده الموضوع مش منتشر. بصوا بقى انا ممكن اقول لكم وامشي معاكم في فكره ان احنا مش واخدين حقنا بالذات لانه عندنا وقائع كتير بتقول لا شفنا تماثيل وحشه في ميادين ولازم نعترف. شفنا شغل وحش مش احنا. لكن عايزه افكر بالعكس تسمحوا لي وعايزه اسالكم طبعا. بقى سؤال خلونا نفكر بالعكس. اتفضل. هو ينفع اعمالكم الفنيه دي تبقى مشروع تجاري؟ يعني ينفع اقول ان انا هعمل تماثيل وابيعها؟ تنفع رخيصه ولا ده صعب والناس مش هتفهم وغاليه؟ يعني هقول لك يا محمد انا لو رحت اشتري تمثال صيني كده موجود منه 2000 واحد هدفع فيه رقم كبير قوي لانه لو حلو هيبقى غالي. انت ينفع تعمله حلو ومش غالي؟ في فرق بين السلع الاستهلاكيه او ان انا اعمل نحت بطريقه وظيفيه. أيوة. بغض النظر ان انا اعمل حاجه كعمل فني بتناقش فكره او بتوصل احساس او شعور. ايوه. في ان انا اعمل خط انتاج او عدد نسخ معين من نفس الحاجه يكون ليه استخدام وظيفي للمستهلك. ومنها هبقى بنشر الفن للناس اللي ممكن ما تكونش بتعرف تتذوق الفن قوي. ايوه عملوا لنا فن شعبي كده. بالظبط. هتارجت فئات اكبر واكتر وهوصل لهم الفن واحده واحده
فده متاح نقدر نعمل ده يب. والسعر مش هيبقى غالي لان احنا الموديل الواحد. قول لي رقم، قول لي لو انا عملت مجسم تمثال حجمه قد كده يبقى سعره كام؟ لو انا هعمله بخامات بسيط، لو هعمله الواحد بس وهبيعه مره واحده هيكلفني اكتر من 5 ل 10,000 جنيه. وهتلاقي ناس تشتري ب 5 و10,000 جنيه؟ موجودين. صح موجودين. طيب. بس اقدر اقلل تكلفته لو تقريبا 20% لو عملت منه اكتر من 200 او 300 نسخه. شكرا. هو بس اللي احنا عايزين نوصل له، انا عايز اقول يا جماعه بدل ما نقعد نستورد ديكورات للبيت ونبيعها بزشليون جنيه وهي مستورده كلها وخطوط انتاج من الصين مثلا، ينفع نعمل كده؟ انا محضر خطه عمل يعني. ماشي. عايزه تعملي ايه؟ مشروع تجاري. كنت بدأت أشوف دماغكو بس. أنا كنت بدأت قبل مع الكلية مشروع الإيبوكسي الريزن، بدأت أعمل تابلوهات. في الأول بدأت بحاجات صغيرة 30 سنتي في 30 سنتي، بعد كده ما حبيتش، حسيت أن أنا مش مرتاحة في المساحة، بدأت أكبر من المساحة، وصلت 1.70 متر في مترين، وعملت فيج وبعت، و حاسه يعني ليا في فكره الانتيرير ديزاين يعني حابه الموضوع. يعني في مجالات تانية اصلا تقدروا تشتغلوا فيها، لو ما لقيتيش شغل في دار نشر هتعملي ايه؟ هو انا حابه ان انا يعني اعمل حاجه مع نفسي، يعني اعمل مثلا، ممكن يعني حاسه ان انا ممكن ابدا ان انا اجيب القصص بتاعت الاطفال واعمل لها اعاده صياغه، او مش شرط حاجات كانت موجوده، ممكن مثلا اي كاتب او اي كاتب قصص اطفال او اي بشكل عام ملوش علاقه بالاطفال، ممكن ابدا ان انا اخد منه الشغل الكتابات بتاعته وابدا ان انا اعمل لها رسوم فتتباع قصص اطفال. يعني هي اصلا الشعبه بتاعتي ممكن ان احنا ننزلها لسوق عادي اصلا. المشروع بتاعي المخرج النهائي منه كان قصص اطفال بالزبط. فده ممكن عادي بسهوله جدا، يعني انا ما عنديش نفس المشكله بتاعتهم شويه لان انا اوريدي الشغل بتاعي بينزل منه السوق وموجود ومطلوب. اخيرا يا سانجا، ايه الحاجه اللي انت تشوفي انها ممكن يتم تنفيذها على مستوى تجاري بجد تجاري، لحد ما يجي لي حد يقول انا عامل مشروع عايز اعمل 50 ميدان في مدينه جديده بتتبني في كومباوند 50 ميدان؟ احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده يعني نفسي حد فعلا صاحب كومباوند مثلا يقول انا هعمل كل شارع في اخره راوند اباوت كده، هعمل فيه تماثيل حلوه، هعمل فيه مجسمات. حطيت الخطه للاستعداد للطلب ده بالفعل. حطيت خطه ان انا يبقى فيه اكتر من بورتفوليو لاكتر من فنان مصري موجودين على بلاتفورم او ويب سايت، اقدر ان انا اوصل يعني الشركه هتبقى عنوانها ان هي مقاولات فنيه مش بس نحت، موزايك، نحت، بينتينج، اندور. طب يلا انا ممكن استنى المشروع اول ما يبتدي تقولوا لي؟ اكيد يعني انا كده خلاص اتفقنا. أكيد. مش كده؟ ويبقى وتقولوا ان التاسعه هي كانت بدايه المشروع. اكيد. ما تنسوناش بس. حاضر. نورتونا جدا جدا جدا. ندى خالد نورتينا. محمد علائي نورتنا. ساندرا اشرف نورتينا. وسلمى اسامه ميرسي جدا، انا متاكده انه كل واحد فيكم هيلاقي سكته، ونتقابل تاني وانتم فنانين كبار كده ان شاء الله. قبل ما نختم معاكم، احنا النهارده في الحلقه اتكلمنا عن حفل امال ماهر. شركه تذكرتي اعلنت عبر صفحتها على فيسبوك انه في 10 اشخاص هيتصوروا مع امال ماهر. بصوا بقى عشان احنا قعدنا نضغط على امال ماهر انه يعني اطلعي واكدي لنا وطمنينا، 10 اشخاص ممكن يتصوروا معاها يوم الجمعه الجايه في مدينه العالمين. الحفل هيبقى في العالمين ارينا، لكن معموله طبعا عشان يتم اختيار ال10 دول عن طريق مسابقه، يعني انك تتصور بالتذكره بتاعتك تنزلها في الكومنتس بتاعه الاعلان اللي موجود على موقع تذكرتي او على حسابك، تستخدم الهاشتاج اللي تم تخصيصه للحفلة دي ملكة الغناء العربي، وهاشتاج تاني تذكرتي أمال ماهر. شركة تذكرتي ما زالت بتوعدكم بليلة خيالية، عودة قوية جدا لأمال ماهر. لذيذ الخبر ده، وأعتقد أن الناس كتير هتحب جدا أنها تقابلها وتتصور معها. شكرا لكم مرة تانية، دي كانت حلقتنا من التاسعة، أشوفكم إن شاء الله على كل خير.